مرحبا متابعينا، أنا الدكتورة الصيدلانية روان عبد السلام، راح أحكي معكم هلأ عن أضرار استخدام التوت البري. طبعا التوت البري يعتبر آمن بشكل عام، ولكن يجب التوخي الحذر فيه في بعض الأشخاص، فهو بيحتوي على مادة الأوكزالات المكون الأساسي لحصى الكلى، فالأشخاص اللي عندهم حصى الكلى أو اللي معرضين للإصابة بحصى الكلى يجب عليهم تجنب تناوله بهاي الحالة. كمان التوت البري بيزيد من نسبة الوارفارين في الدم، فالأشخاص اللي بتناولوا تركيبة الوارفارين اللي هي المميعة للدم يجب عليهم تجنب تناول التوت البري معها، لأنه ممكن يسبب النزيف. كمان التوت البري يعني ما عندنا دراسات كافية بالنسبة لسلامته خلال فترة الحمل والرضاعة، هو آمن ولكن ننصح بتجنبه خلال فترة الحمل والرضاعة. متابعينا، إذا كنتوا بتاخدوا أدوية تانية غير التوت البري، لازم قبل ما تاخدوا التوت البري تبلغوا الصيدلاني أو الطبيب، لأنه التوت البري ممكن يثبط عمل أنزيمات الكبد المسؤولة عن تحطيم بعض الأدوية، فيزيد من تركيزها بالدم وبالتالي يزيد من أعراضها الجانبية. وبالنهاية بنصحكم متابعينا، إذا كنتوا بتعانوا من مرض السكري وكنتوا بتاخدوا التوت البري على شكل عصير، ضروري تنتبهوا للمكونات أو الإنجريدينت إذا كان بيحتوي على المحليات أو السكر، لأنه ممكن كتير يضركم. لازم تتأكدوا أنه العصير التوت البري ما بيحتوي على المحليات أو السكر. وسلامتكم. وزي وزي، شيء من كل شيء.